السلاح رفيقه، وكذا هم القادة الشهداء رفاقه. صولات وجولات في ميدان المقاومة خاضها الشهيد وسام حسن طويل الحاج جواد ابن بلدة خربت سلم في جنوب لبنان. منذ انضمامه إلى المقاومة الإسلامية عام 85 خضع لدورات وتأهيل على مستويات متعددة، وبرز تعلقه بالعمل الميداني. شارك صاحب 49 عاماً في كل العمليات بوجه الاحتلال، لسيما في منطقة إقليم التفاح بين عامي 92 و2000، وبرع في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات، وعمل تحت عناية الشهيد عماد مغني. كان الحاج جواد عنصراً رئيساً في التخطيط والاستطلاع لكل عمليات الأسر، وصولاً إلى عملية الوعد الصادق عام 2006، حيث كان ركناً أساسياً في التصدي الميداني بحرب تموز من العام نفسه، ليرتقي من بعدها ويصبح ضابطاً جهادياً أساسياً في عملية تطوير المقاومة ونقل التجربة إلى المقاومة الفلسطينية. شغفه في العمل الميداني قاده إلى مواجهة الإرهاب عام 2011، حيث كان معاوناً للشهيد مصطفى بدر الدين في الحرب على الإرهاب. كلف قيادة العمليات التي أدت إلى تحرير الحدود الشرقية للبنان من الإرهاب، وساهم إلى جانب إخوانه العراقيين في تحرير العراق من تنظيم داعش. منذ عام 2019 عمل قائداً ميدانياً في وجه الاحتلال، إلى حين ارتقائه شهيداً على طريق القدس. محمد عز الدين، الميادين.